أن أحافظ مخلصا عن النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على الاستقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. منذ أن أدى اليمين الدستورية واسمه مرتبط بسلسلة من الإنجازات سواء على المستوى الرقابي أو المستوى التشريعي، إنه المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي تجده دائما في ظهر المواطن المصري ناصفا إياه محققا له خدماته ساعيا لإزالة وإنهاء مشاكله. فكان من أول المحتجين على زيادة أسعار الدواء لأن شغله الشاغل هو المواطن البسيط، قائلا وبعلو صوته إنه قرار خاطئ وعشوائي ويؤثر على المواطنين والمرضى البسطاء، حيث أنه سيزيد من الأعباء على المواطنين، وسعيا منه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالدائرة ورفع المعاناة عنهم، طالب بضرورة توجيه الجزء الأكبر من موازنة الحي في سبيل العمل على إنارة ورصف شوارع شبرا ورود الفرج، وهو ما قام بتنفيذه بالفعل. تطوير كله لشارع الترعة وشارع احمد بدوي، وبرضه ركبنا اللومه الثلاث لشارع الترعة، فهيبقى المحور بتاع احمد بدوي والترعة ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه، وهتليق باهالي شبرا واهالي شمال القاهره كلهم. وده بعد معاناه الصراحه 6 شهور في المعاناه دي مع التوقيتات، هي كانت كل الازمه. لا يعرف شيء يسمى إهمال أو استهتار، لذلك قدم مشروع قانون لإدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه الإضرار بحياة المواطنين، موضحا أن العقوبة الحالية بقانون العقوبات ضعيفة ولا بد من تجديدها. التقصير يا رئيس مش إن احنا نعمل قانون النهاردة وإن احنا نعمل عدالة ناجزة فقط، اللي احنا مطلوب مننا يا ريس تغيير المناهج ومواجهة الفكرة يا ريس. لغاية امبارح بالليل يا ريس التلفزيون كان بيكلم على الشهداء ان هم ضحايا، احد المتحدثين النهاردة جوه المجلس الموقر اتكلم عن ضحايا وليس شهداء. لغاية امتى هيبقى في التفرقة دي يا ريس واحنا بنتكلم ان احنا ازاي نواجه الفكر بالفكر؟ فهو الذي طالب بحظر التوك توك حفاظا على الأمن القومي المصري، حيث أنه مصدر خطر خاصة وأنه يتم استخدامه في ارتكاب جرائم السرقة والاغتصاب وخلاف ذلك من الجرائم التي تمثل خطورة على المجتمع المصري. وهو الذي طالب الحكومة بسرعة إرسال قانون حماية البيانات الشخصية نظرا لما له من أهمية كبيرة لما يحققه من أمان للمواطنين في حماية بياناتهم، وهو الأمر الذي دفعه في أن يحتد ويمهل الحكومة شهرا لإرساله، وفي حال عدم إرساله سيتقدم هو بمشروع قانون ومناقشته بالبرلمان على الفور، خاصة لما يمثله قانون حماية البيانات الشخصية من أهمية كبيرة تقتضي سرعة إرسال القانون وإصداره لحماية المواطنين. نسبوا له تصريحات على لسانه كانت خاطئة ولم يخجل من المواجهة، وذلك عندما نسبوا له تصريح حول تقديمه لمقترح بعدم معاقبة متعاطي الحشيش، وهو ما نفاه قائلا أنه قدم مشروع قانون لإلغاء عقوبة متعاطي الحشيش، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تعديل عقوبة تعاطي المخدرات واستبدالها بإحالة المتعاطي إلى المصحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 إلى 6 أشهر، واضعا نصب عينيه في هذا المقترح الشباب ومستقبله، قائلا إن علاج المدمن بدلا من حبسه سيعود على المجتمع بنفع أكبر وسيكلف الدولة نفس التكلفة المادية تقريبا، قائلا أنا لم أحبس المدمنين اللي كتير منهم شباب هيضيع مستقبله وهيخرج من السجن مجرم فعلاجه أفضل. حصل على إشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اقترح نزول شباب البرلمانيين للشارع لإقناع الشباب في خوض معركة المحليات، الأمر الذي قابله الرئيس السيسي بالترحاب الشديد حيث علق عليه بالقول فكرة رائعة وقابلة للتنفيذ. وعندما يتعلق الأمر بالتعديلات الدستورية بالنسبة للنائب فلابد من الإشارة إلى أنه كان من أوائل من وقعوا هو وزملاؤه على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة، وأن طلب تعديل الدستور تضمن إنشاء مجلس شيوخ وتمثيل الفئات في المجالس النيابية بنسب وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وأن تكون فترة رئاسة الجمهورية فترتين كل فترة 6 سنوات. فتحية لنائب يعرف أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.